طيب خلينا نروح عبر سكايب مع زميلنا العزيز والمحلل المميز جدا جدا محمود شاكر عشان نتكلم معاه في بعض الجوانب التحليليه بخصوص مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك ونسمع رؤيته وايه اسباب تفوق الاهلي في هذه المباراه. يا محمود مساء الخير. مساء الفل عليك يا امير ومساء الفل على جميع مشاهدي قناه النادي الاهلي وميرسي على المقدمه الجميله دي وكالعاده ببقى سعيد ومبسوط ان انا موجود معاك. اهلا بك يا حود، احنا السعداء دايما بتواجدك معانا. عايز اخد رايك في المباراه في الجانب الفني واسباب تفوق النادي الاهلي وفوزه بالسوبر. قبل المباراه كان في توتر كبير جدا جدا في كل الشارع الكروي، يا ترى مارسيل كولر اللي يعني مش واضح هيلعب ازاي قدام الزمالك اللي بيقدر يكسب بان هو يسيب الاستحواذ للفريق اللي قدامه وتفاصيل كتيره جدا، ولكن مارسيل كولر ادار المباراه يا امير بشكل رائع اكتر من رائع وتفوق على فيريرا اللي كان في نسبه غرور ونسبة ثقة زايدة كبيرة جدا شفناها أمير أكيد من تصريحاته ما قبل المباراة، وأنا شايف إن التصريحات دي أصلا حطت ضغط على لعيبة نادي الزمالك. لو هنتكلم فنيا كلنا عارفين يا أمير إن دايما المشكلة في طريقة لعب بتاعت أي حد بيلعب ضغط عالي في المساحات اللي بتتساب في ظهر الدفاع، وإن طبعا كله بيبقى مع بعض كتلة واحدة بيزيد وبيضغط بكتلة واحدة فبيبقى الملعب كله مفتوح ومعمول له ستريتش، فده مع فريق بيلعب قدام سرعات ولعيب عنده وفريق عنده سرعات كتيرة جدا بيفرق يبقى صعب على الفريق اللي هو بيلعب ضغط عالي ان هو يقدر يستحوذ على الخطوره اللي ممكن تحصل دي. مارسيل كولر عمل حاجه جديده جدا، كلنا عارفين اول حاجه ان طبعا اقوى جبهه موجوده عند النادي الاهلي هي الجبهه اليسرى بقياده علي معلول. علي معلول المفروض كان يلعب عليه احمد السيد زيزو، فيريرا ريح الدنيا كلها وطبعا لعب بالطريقه بتاعته بتاعت 3-5-2 يا امير، فبالتالي ما كانش فيه اجنحه، فبالتالي كان علي معلول موجود براحته جدا، زائد ان احمد عبد القادر عارفين ان جبهه علي معلول واحمد عبد القادر مش قويه جدا دفاعيا زي الجبهه للناحيه الثانيه اللي طاهر واحد من افضل واقوى اللعيبه اللي كانت موجوده امير، عنده ضغط عالي وبيضغط في ضغط عكسي وضغط عالي ومجهوده البدني ما شاء الله عليه، طاهر كان من نجوم المباراه ولعب معاه اكرم توفيق اللي اكيد مش هنتكلم عنه، راجل السي في بتاعه في سنه ونص ولا في سنتين جدير بالكلام عنه، ولكن امير القصه كلها كانت في الجبهه اليسرى. عارف يا امير في كام لعيب لعب على اكرم توفيق وعلى طاهر محمد؟ طاهر خمسه، لعب الاول احمد فتوح ولعب عمر جابر ولعب مصطفى شلبي ولعب احمد السيد زيزو، ففي لعيبه كتير جدا لعبت في نفس الكلام ما قدروش يخترقوا من الحته دي. عاوز اتكلم على حاجات معينه لمارسيل كولر لو نشوفها يا امير وهي اللي خلت النادي الاهلي في الشوط الاولاني ان هو يقدر يتغلب على نادي الزمالك في حته الضغط العالي وغلط الزمالك. في لقطتين يا امير لو شوفهم كان الكادر او كان المخرج جايب مارسيل كولر وهو عمال يفتح بايده كده بيقول للعيبه النادي الاهلي اضغط على طول على عواد، فبالتالي شفنا عواد في كورتين يا امير في الشوط الاولاني باول ما النادي الاهلي زق كله لقدام في ضربه المرمى الراجل بيشوط الكوره ضربه مرمى بتطلع اوت بدل المره اثنين والنادي الاهلي بيقدر يستحوذ على النادي الاهلي، كان خانق النادي الزمالك بشكل كبير جدا. وشفنا ان النادي الزمالك من مباراه سموحه كان عنده مشكله يا امير في حته الطلوع بالكوره والضغط العالي، كابتن طارق العشري كان ضاغط على نادي الزمالك جدا في الشوط الاولاني، وقلنا قبل كده ان النادي الزمالك هيقابل مشكله كبيره في الضغط العالي. حاجه ثانيه تفوق بيها برضه مارسيل كولر يا امير، احنا قلنا ان دايما المشكله بتبقى ان الباكات على طول بيطيروا، مجرد ما النادي الاهلي كان بيقطع كوره كنا بنشوف اكرم توفيق بيجري او علي معلول بيجري، بس في كان تريكه مارسيل كولر عملها وهو ان اول ما باك يا امير بيزيد الباك الثاني على طول بيخش ثالث مع المساكينه عشان يعمل ايه الناحيه الدفاعيه، وشفنا الكلام ده اول ما كنا بنشوف، بس لو معناش لقطات لو نشوف اول ما علي معلول كان بيجري كنا بنشوف امير ان اكرم توفيق بيخش ثالث مع محمد عبد المنعم ومع محمود متولي عشان يعمل عمق الدفاع. شفنا تصريحات محمود متولي بعد المباراه وبيكلم بيقول ان كابتن مارسيل كولر كان دايما يعني مأكد علينا الحته بتاعه العمق. ليه العمق يا امير؟ لان خطوره نادي الزمالك كلها من العمق، وانت اساسا لغيت الطريقه بتاعه 3-4-3 اللي هو فيريرا ولعب 3-5-2، فانا مش محتاج ان انا اعمل استريتش الملعب، بالعكس انا محتاج ان انا اضيق الملعب، لان كل الاختراقات اللي كانت بتبقى موجوده كانت بتبقى عن طريق امام عاشور ان هو ما عندوش لا مركزيه وما عندوش مركز معين، لا امام عاشور بيتحرك في كل الملعب وتفوق عليه بشكل كبير جدا النادي الاهلي. زيزو فيريرا ريح النادي الاهلي بان زيزو طبعا ما لعبش في مكانه وحتته. طب انا محمود عايز اسالك سؤال ورد عليا في دقيقه سريعا جدا، هل تقدر تقيم كولر تقييم نهائي ولا لسه؟ لا طبعا مفيش حد يقدر يقيم كولر تقييم نهائي، لسه بدري على الكلام ده كله، ولكن هي امارات يا امير، امارات ان في مدير فني تفوق بشكل كبير جدا في مباراه
مباراة بطولة، ومباراة البطولة عاوزة مديرين فنيين بتوع بطولات. حاجة تانية أمير مهمة جدا، احنا غير يعني من أهم الأمارات للراجل الكور الثابتة للنادي الأهلي، الكور الثابتة صح بقى فيها صح تنوعية والشكل كتير جدا، مرة يلعب الكورة على قوس 18 عشان تتشاط، مرة يلعبه على القريبة. وفي حاجة تانية عاوز أتكلم عليها عن محمد شناوي، محدش اتكلم عليها خالص، ايه هي؟ كلنا عارفين تاكتكس بسرعة كده بتاعت نادي الزمالك، إن هو دايما يا بيلعب على الكورة القريبة يا بيلعب دايما على الكورة البعيدة لحسام عبد المجيد. تمام لو ناخد بالك يا امير، محمد الشناوي طلع شال 4 كور صح من بالظبط من نص 18، واضح ان كان في تعليمات صح ان احنا برافو نفضي عليك، المكان لمحمد الشناوي ان هو يطلع يشيل برافو الكره عليك كلها. اخر صح حاجه قبل ما اقفل معاك، عارف ان بسرعة. مفيش وقت، زكريا الوردي كان خطا كبير جدا في نص ملعب نادي الزمالك من بعد حصوله على الانذار يا امير، عمل 5 ميس باس منهم الميس باس الاخير اللي طبعا قدر يخطفه برونو سافيو وجابوا الهدف الجميل جدا. مارسيل كولر التفوق طبعا، تفوق طلع على فيريرا اللي كان مركز في امور بره الكوره، صح وشفنا النادي الاهلي قدر يتفوق ويكسب السوبر. يا حود انا بشكرك شكرا جزيلا، الكلام بصراحه 10 على 10 وتحليل منطقي جدا كالعاده. محمود شاكر يعني محلل مميز جدا كان معانا على الهاتف، ونشكره شكرا جزيلا.